السلام عليكم. ان شاء الله كمان هنكمل مع بعض الامريكان جورنال. هنتكلم النهارده على القوائم الماليه. احنا اتكلمنا عن الجورنال وعرفنا بتسجل ازاي وعرفنا الترايل بالانس الادجستد الترايل بالانس بيتعمل ازاي. هنتكلم النهارده بقى ازاي نعمل القوائم الماليه او الفاينانشال ستيتمنتس. فاينانشال ستيتمنت الفاينانشال ستيتمنت اول قائمه هنعملها هي قائمه الانكم ستيتمنت. هنعمل قائمه الانكم ستيتمنت او قائمه الارباح الستيتمنت اوف بروفيت اند لوسز، يعني ممكن تسميها كده او تسميها كده ستيتمنت. الانكم ستيتمنت فور ذا مانث اوف اكتوبر. خلاص انا كده بعمل قائمه الدخل الخاصه بشهر اكتوبر. دايما عود نفسك كده في القوائم الماليه ان انت دايما لازم تبتدي القوائم الماليه لازم يكون فيها سنتين مقارنه. سنتين مقارنه يعني مثلا هنفترض دوت اكتوبر شهر اكتوبر سنه 2021، وهنا اكتوبر سنه 2022، لازم نحط سنتين مقارنه. طيب هنبدا هنا نحط مع بعض اول حاجه الريفينيو سيرفيس، او هنقولها ريفينيو خالص ريفينيو. طيب الريفينيو ده جاي منين؟ هنجيب احنا هنا كان اول دي اول سنه نشتغلها، فبالتالي كل حاجه صفر السنه اللي فاتت، كل حاجه السنه اللي فاتت تبقى صفر. ممكن نزود كولومن كده عشان يبقى شكلها لها شكل بس جمالي انت مش وتصغر دي كمان وتبدأ تعمل دي ميرج هي ودي كمان تعملها هي كمان ميرج. يبقى انت كده income statement for the month of October، لشهر اكتوبر. هنا شهر اكتوبر 2021 كان كام، وهنا الريفينيو بتاع 2022 كان كام. طيب انا مش معايا 2021، فبالتالي انا هصفرها خليها صفر، هنقول 22. فانهم رايحين للترايل بالانس، خلي بالك هنسمعها منين؟ من الترايل بالانس. هنقوم جايين قايلين ريفينيو في الترايل بالانس اهو. يبقى انا كده سمعت الترايل ريفينيو بتاع الترايل بالانس. واعمل بقى هنا الكوست اوف ريفينيو، كوست اوف ريفينيو. طيب الكوست اوف ريفينيو هنا عندي، هل في حساب عندي هنا اسمه كوست اوف ريفينيو؟ لا، ده انا عندي هنا ريفينيو بس وعندي كله مصاريف على بعضها، فما عنديش كوست اوف ريفينيو. لكن انا حاططها لك هنا علشان لما يكون في حاجه خاصه مباشره بالايراد اللي جه ده بنحطها هنا في الكوست اوف ريفينيو. يعني لو انا شاري بضاعه مثلا ب 10، بعتها ب 10 او 10000 وبعتها ب 10 600، يبقى انا كده كسبان 600. فانا هفترض ان مفيش كوست اوف ريفينيو، هخليها صفر. هفترض كده بيديني هنا ايه؟ مجمل ربح او جروس بروفيت. جروس بروفيت بي عبارة عن الإيراد ناقص المصروف. نفس الكلام نفس باخدها كوبي بيست هنا. فهنا ما عنديش مصروف او ما عنديش كوست اوف ريفينيو، فبالتالي طلع من الشكل طلع معايا بالشكل ده. طبعا انا عايز هنا الارقام كلها تكون فيها كوما ومش عايز فيها ديسيمال. كده بقت شكلها اوقع. طيب الجروس بروفيت ده يعتبر حساب من ضمن الحسابات اللي هي ايه المميزة يعني، فانت لازم تخليه له مميز هو كمان بالشكل ده. حطيناه ما بين في سطر لوحده كده، وهنقوم جايين عاملينه بولد ونكبر الدنيا كده شوية بحيث ان هي تبقى شكلها معقول. بعد كده نحط الاكسبنسز المصاريف بقى. فهنبدأ مع بعض الاكسبنسز. ممكن ناخدها كوبي بيست من هنا او ناخدها نسمعها، يعني ممكن نقول عايزين زائد ونقوم حاطين هنا رنت اكسبنس وكذا كذا بلا بلا بلا، نقوم عاملين كوبي ناخدها بيست لحد ما يظهر ريفينيو عندي، او ظهر عندي سيرفيس ريفينيو امسحها، انا مش عايز سيرفيس ريفينيو خلاص انا امسح ده. فالاكسبنسز اهي ممكن نحط تحتها سطر مثلا عشان يبقى هي كده الاكسبنسز دي ما هياش حساب هنحط قدامه حاجة يعني. ممكن نسيب سطر ما بين الاتنين عادي عشان برضه يبقى شكلها الشكل الجمالي بس. لو هو حاسين ان السطر كبير ممكن نصغره كده. ادي الاكسبنسز هنقوم واخدين هنا كل ده صفر لان السنة اللي قبلها كانت كلها صفر، وهنقوم جايين واخدين هنا من ده هنحط في الترايل بالانس، هنقول زائد ونروح للترايل بالانس ناخد الارقام دي بالترتيب زي ما احنا عاملين، او لو انت مرتبهم تاني ونسحب كده عادي خالص. بقى سحب لي كل المصاريف اللي عندي. يبقى هنا ممكن نقول هنا توتال اكسبنسز، توتال اكسبنسز نقوم عاملين سميشن
لإيه؟ للإكسبنسز دي. وسميشن نفس الكلام هنا، يبقى التوتال إكسبنسز عندي كام؟ عندي 7440. طيب أنا عايز هنا أحط لها سطر مثلا، فبالتالي ممكن أحط سطر بس كده أهو، وسطر هنا كمان، ممكن أحط سطرين عشان يبان إن هي دي رقم توتال سب توتال، يعني ممكن أحط لها بالشكل كده، نفس الكلام هو الشكل ده كده. فأنا حطيت إن دي سب توتال، وأعملها برضو بولد عشان يبان إن هي مختلفة عن الأرقام التانية، مختلفة عن الأرقام التانية، وأحط دي برضو هي كمان ما بين كده، ما بين قوسين كده. يبقى أنا عملت توتال إكسبنس. يقوم أعمل هنا بعد كده نت بروفيت، هيظهر معايا عبارة عن الإيراد اللي فوق أو الجروس بروفيت ماينس الإكسبنس. نفس الكلام أخدها كوبي وبيست هنا. خلاص أنا كده عجبني الشكل، خلاص أنا عايز بس أخد الفورمات اللي هنا ده أحطه تحت زي ما هو في النت بروفيت، بدل ما أقعد أعمل واحدة واحدة كل واحدة لوحدها، لأ طبعا أنا ممكن أخد الفورمات اللي فوق أحطه زي ما هو. يبقى أنا كده عندي نت بروفيت في 2022 في أكتوبر. السنة اللي فاتت ما كانش عندي نت بروفيت خالص، كنت لسه الشركة ما اشتغلتش، فبقى عندي في 22، لأ بقى في 2860 نت بروفيت في سنة 22. يبقى أنا كده قدرت وصلت إن أنا أعمل قائمة دخل لها شكل معين. ممكن لو أنا عايز بقى أعمل شكل جمالي، ممكن أقوم ملون ده كده بلون رمادي خفيف، نفس الكلام التوت نت بروفيت هو كمان أخليه بلون رمادي خفيف. عايز تلون النت التوتال اكسبنسز هي كمان دي كده، لو في ضرايب عايز تضيفها بتضيفها ما بين التوتال اكسبنسز يعني. بالشكل كده بقيت عندك قائمة دخل لحد ما شكلها مقبول. تحط دي بولد مثلا، تكبرها شوية الخط، تحط دي كمان هي كمان بولد، لأن دايما يكون التاريخ بيكون بولد كده. بقى عندي قائمة دخل شكلها معقول، شكلها مقبول. عايز أكبر دي شوية كمان، تصغرها، فأنت ممكن تطبع بسهولة جدا قائمة الدخل ديت. تعمل كده، تعمل بيج لاي اوت، وتعمل برنت سيت برنت، وتقوم جاي كنترول بي، فأظهرت لك بالشكل ده. عايز تعمل تجيبها في النص مثلا، فأنت تقوم قايل مارجن حطها لي بعد كده بعد إذنك هوريزونتال، فجت لك في النص اهي. بقى عندك الريفينيو، عندك الكوست، الجروس بروفيت كام، هامش الربح بتاعك، عندك بعض المصاريف، ايجارات ومصاريف ومش عارف ايه، توتال المصاريف، وعندك النت بروفيت بتاع القائمة. هعمل اسكيب عشان اخرج. انا كده عملت قائمة الدخل. المرة اللي جاية نبدأ نشتغل على قائمة المركز المالي.